السيد مصطفى البعزاوي عن هيئة الحقيقة والكرامة، نبدأ معه نقاشنا في هذا الموضوع، ونرجو أن نكون مفيدين في بسط السؤال وفي إنارة الرأي العام حول نشاط هذه الهيئات. مرحبا بك مجددا سي مصطفى. أولا يعني أود أن أعرف منك تقييمك بشكل إجمالي بعد هذه السنة، بعد سنة 2015، تقييمك بشكل إجمالي لأداء الهيئة في علاقة بالسلطة التنفيذية بالأساس، وربما بالسلطة التشريعية في المقام الثاني. أنا أعرف يعني حتى يفهم السادة المستمعون أنه وقع تجاذب حول قانون مشروع قانون المصالحة، وكان لكم موقف والتجأتم إلى لجنة البندقية وحصل حديث كبير. الآن كيف تقيمون هذه العلاقة بعد هذا الشد والجذب الذي حصل؟ بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. لا العفو، هذا واجبنا. تحية إلى كافة مستمعي الإذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية أساسا. أعتقد أن العلاقة، علاقة الدولة بمفهومها الجديد اللي هو موجود بالدستور مع الهيئات المستقلة، هي علاقة يعني تتطور ببطء، لكن نحن نثمن هذا التطور البطيء. طيب علاش نثمن هذا التطور البطيء؟ لأنه الإنسان كي يبدأ داخل وضعية معينة ربما لا ينتبه إلى كم الضغوط الهائل المسلطة على البلاد، مش على الدولة، وعلى جملة الأخطار المحدقة، سواء الأخطار الأمنية، الأخطار الاقتصادية، الأخطار الاجتماعية. يعني فما تونس الحمد لله إلى حد الوقت الحاضر تكاد تخرج بنتائج إيجابية جدا على الأقل من وجهة نظري، إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة الضغوط الهائلة التي تتعرض لها البلاد. تشوف على مستوى المفاوضات الاجتماعية كيفاش الأمور مش ماشية، على مستوى الوضع الأمني كيفاش ديما ما تنساش الأحداث اللي تعدد في 2015 اللي هي أحداث أليمة جدا. ما تنساش الكم معناتها الهائل متاع المشاكل الاقتصادية والوضع الاقتصادي اللي موش ولا بد، لكن هذا ما وصلش إلى حد الكاتاستروف إذا كان حابين نستعمل الكلمة. احنا قاعدين يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا نلامس تقريبا ونبني علاقة بالمكونات الجديدة هذه. احنا نتكلم على هيئة الحق والكرامة، قاعدين اذا كان نجم نستعمل كلمة ان نقترب من المفهوم الدولة الجديد. نذكرك شنو صار لنا في مسألة الأرشيف الرئاسي. مع الأرشيف الرئاسي وقعنا اتفاقية، وقعنا اتفاقية مع الأرشيف الوطني، وهذا ما يمكن الهيئة بأن تستعين لنفاذ الأرشيف. هذا جانب مهم. الجانب الثاني هو تركيز الدوائر القضائية المختصة من طرف وزارة العدل، وهذا شيء مهم جدا. كذلك هنالك ولو أنه حوار صامت وحوار غير مباشر أبدينا رأينا في مسألة مشروع المصالحة، والحمد لله أنه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أنصفت رأي هيئة الحقيقة والكرامة في الأخر. وأنت تعرف لفصل تقريب 64 من قانون المالية سيعاد النظر، يعاد النظر فيه. هذا ايش معناتها؟ بقطع النظر على انه الهيئة تلقى في حسابها ولا ما تلقاش في حسابها. احنا قاعدين نحسوا اللي فما مؤسسات قاعد تقوم بدورها. شنو المؤسسات اللي قاعد تقوم بدورها؟ المعارضة قدمت في مسألة المشروع المصالحة، مارست حقها القانوني وتوجهت بذلك الى هيئة معترف بها وهيئة مستقلة، وهي مستقلة زادة في قرارها، والهيئة المستقلة أنصفتها. وهذا يوريك اللي يعني المفهوم تاع الدولة
اللي كان قبل اللي هو حكر على السلطة التنفيذية أصبح الآن نتحسس معالم دولة اللي هي مراكز القرار بدأت تتمأسس يعني. بدأت تتمأسس وهذا حاجة خارقة العادة. نعم. في ظل الضغط المتواصل والضغط العنيف على متطلبات كما قلت اجتماعية ومتطلبات أمنية ومحيط معناتها إقليمي تقريب مضطرب بشكل كبير جدا، فأعتقد أن هذا تقريبا يخلينا ستون معناتها الروجي دو غريف اللي قلنا عليه قبل قاعد كأنه فما عملية تبني ولو أنه بصعوبة فما عملية تبني للمؤسسات المستقلة وهيئة الحق والكرامة هي جزء من هذه الهيئات المستقلة، وأعتقد أننا من هنا القدام بقدرة الله نستطيع أن نكون جزءا من بناء هالمؤسسات الجديدة اللي يلزمها تتفاعل ويلزمها تخدم معنا. يعني حتى نستفيد من حضورك معنا، أنتم عندما تجلسون في مجلس الهيئة تقديركم وتقدير أغلب أعضاء الهيئة أن العلاقة بالسلطة التنفيذية بالأساس ثم بالسلطة التشريعية أيضا هي علاقة حسب ما أفهم من حديثك تقيمون أنها تتجه نحو الإيجابية بخطوات بطيئة نوعا ما، ولكنها تكرس في النهاية حالة من الاحترام للمؤسسات، ولا تعتبرون أن المؤسسات السلطة التنفيذية مثلا تحاول الحد من صلاحياتكم أو الاعتداء على مجال عملكم إلى حد الوقت الحاضر. إلى حد الوقت الحاضر نقول أهلا وذا تقريب الناس الكل نقوله هيئة الحق والكرامة هي جزء من البناء الديمقراطي الجديد بالتأكيد، وهي جابت بالقانون هي هيئة عمومية، يعني ما هيش هيئة بسودو انستيتيوشنال. هي علاش ما لم تذكر هيئة الحقيقة والكرامة بشكل صريح أنها هيئة دستورية؟ لأنه مدتها محدودة لا أكثر ولا أقل. لو كانت ما عندهاش مدة محدودة كانت تكون هيئة دستورية مثلها مثل بقية الهيئات. لكن التعامل شنو هو التعامل؟ هو التعامل الذهني فيها التحول معناتها الانتقال الديمقراطي، الثقافة الديمقراطية، يعني من إدارة من مركزة السلطة داخل طوق معين داخل مفهوم معين، تولي السلطة هذه ربما تتقاسمها ولا جزء منها يولي هو من مشمولات هيئات مستقلة. هذا اللي قاعد يتحول بشوية بشوية. نعتقد أن احنا العلاقة متاعنا هي علاقة إيجابية في تطور، يمكن تبعت بشكل من الأشكال ربما معناتها نقاش ميزانية هيئة الحق والكرامة، واستدعينا كهيئة مستقلة، وهذا اعتراف على أنها هيئة قائمة بذاتها وهيئة دستورية وخصصت لها ميزانية وخصص لها وقت لنقاش هذه الميزانية، ونعتبر أن هذا معناتها جزء كبير من تبني العقلية الجديدة التي سنؤمن بها انتقال الدولة المركزية التي تعتمد أساسا على السلطة التنفيذية إلى دولة ديمقراطية لها مؤسسات مختلفة تدافع عن القانون وتدافع على بنود الدستور الجديد. يعني سي مصطفى أنا أحيي دبلوماسيتك اللطيفة في تناول الموضوع، ولكن أنا محل الإنسان المواطن الذي يسمع الأخبار، المواطن ما يسمعه دائما ربما هناك أناس يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، أو يريدون أن يحلوا هم محل السلطة نتيجة مواقف لهم من هذه الهيئات المستقلة، سواء الهيئة التي تنتمون إليها أو الهيئات الأخرى. يعني مثلا هناك حديث كثير عن أن الهيئات تستهدف أحيانا في أعضائها، يعني الهيئة الحقيقة والكرامة مثلا هناك من يقول، وهذا موجود ومثقفون يكتبون هذا وصحفيون وإعلاميون وعلى الصحف، أنه كأن هناك محاولة منهجية لهدم هذه المؤسسة من خلال إما دفع بعض العناصر الاستقالة وإما حمل أعضاء الهيئة على يعني ارتكاب ما به قد يعني يتم إبعادهم من الهيئة، وأذكر هنا بشكل صريح السيد زهير مخلوف. هل ما يقال عن هذه الهيئات هو كلام سليم أم أنه مجرد يعني تهويل
والحقيقة أن هذه الهيئة تشتغل في ظروف عادية. لأن استمعت إلى السيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أيضا تتحدث عن صعوبات في تركيز المكاتب الجهوية، واضطررتم إلى أن تكونوا نتيجة شح الموارد ونتيجة ضغوطات اضطررتم أن تكونوا مكاتب متنقلة. هذا ما أبلغتموني به في مثل هذا الموعد الإخباري. أشكرك على هذا الإطراء الدبلوماسية، ولو أني ما عنديش الخاصية هذه ربما الحقيقة، على خطر يبدو أنه حتى في المحيط المهني ما مانيش لا أصب بالدبلوماسية عادة، لكن وقي نجبد على أشياء إيجابية على الأشياء المكروه، نحكي على البلاد الكل. هذا من ناحية، من ناحية أخرى كما يقول الفرنساوي لافيني باغ روز، معناتها كي قلت لك هكا مش معناتها أنه الطريق معبد لنا كي معناتها نقوم بمهامنا، هذا غير حقيقي. والضغوط التي تتعرض لها هيئة الحقيقة والكرامة ربما هي نفس أو أكثر من ضغوط التي تتعرض لها هيئات أخرى. نعم. احنا نشوفوا الهيئة كيفاش، نشوفوا الليزي كيفاش، نشوفوا حتى هيئات مستقلة أخرى كيفاش. فمش هذا الكلام بالضبط، لكن أنا أسايد بوزيتيفي لزكي. احنا قاعدين نتحسوا أنا خصوصا بصراحة أنه مسار الفصل 64 من القانون المالية اللي يحكي على الإعفاء الجبائي ومخالفات الصرف هو مسار يجب أن نسطره ويجب أن نضعه تحته الكثير من الأسطر، لأنه مسار فعل مؤسسة جديدة. المعارضة قدمت اعتراضا، الهيئة الوقتية المراقبة دستورية القوانين قدمت رأيها، والمشروع لم يتبنى إلى حد هذا الوقت، وهذا حاجة خارقة العادة. ماذا يعني؟ يعني أنه ثم تو عملية تحول بالفعل. هي أنا تو كي نقول لك شيء هذايا ونقول لك زاد فما إخلال كبير من جانب مجلس نواب الشعب اللي لم يسد لنا شهور ثلاثة تقريبا أعضاء ولا أربعة إلى حد هذا الوقت برغم كل المكاتب التي أصدرناها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن رئيس مجلس نواب الشعب لم نستشر كهيئة عندها ملفات الفساد المالي بنص القانون في مسألة الفصل 64. نعم. كان عليه أن يستشيرنا ويأخذ رأينا مكتوبا فحول المسألة هذه، وكنا باش نقولوا له نفس الكلام اللي ربما قالته الكوميسيون دو فينيز ولا قالوا الهيئة الوقتية لمراقبة السلوك القوانين. نعم. يعني التفعيل موجود لكن التفعيل غير مكتمل، وهذا بشوية بشوية يجي. فما مسألة أخرى، فما على سبيل الذكر نذكر الصندوق الكرامة، اللي هو معناتها إلى حد الوقت الحاضر معناتها ما نعرف عليه حتى شيء. الفصل 41 يحدث صندوق يطلق عليه صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، تضبط طرق تنظيمه وتسييره نصوص ترتيبية بأمر لا بأمر. هاي. الأمر لم يصدر لم يصدر الصندوق لنا، لا نعلم من مهمة أساسية من مهمات هيئة الحق والكرامة وهي تعويض وجبر ضرر الضحايا، لا نعلم كيف سنشتغل عليها في غياب هل الأمر التفصيلي والأمر الترتيبي هذا. ربما نفس الشيء الذي بدرجات متفاوتة ما ظروف التضييقات والمشاكل العمل يعني التي تواجهونها هي نفسها التي يواجهها زملائكم في هيئات أخرى. وكما قلت بكري قلت رأوا الهيئات الكل تقريبا بدرجات متفاوتة، وربما احنا نكون في أكثر ضغط على خطر البهام تاعنا هي بين قوسين الأخطر. أنا نحب نشاطر السي هشام على أنه فما بعض ثقافي، لا يجب أن ننسى، يعني في خلفية السياسة لا يجب أن ننسى أن هذه الدولة أدمنت على احتكار السلطة. وليست مستعدة أن تتقاسمها مع حتى حد. وفي الأمثال يقولون الشيخ لا يغير عادته، مستحيل. هذه الدولة احنا علاش نحكيه على الجمهورية الثانية؟ نعم. نحكيه على الجمهورية الثانية للقطع مع الجمهورية الأولى وللقطع مع العادة السيئة الجمهورية الأولى. توا كيجي الواحد بشكل بسيط يقول اليوم فما كان سيد رئيس حكومة، اليوم كان فما رئيس جمهورية، وغدوة ما تبدل الرئيس الحكومة تبدل. المشكل أنه آلة الدولة تتصرف وكأنه الشخص ما تبدلش معناته. نعم. وهذا الغريب، يعني الغريب هو أنه يجب علينا أن نفعل مؤسسات جديدة بحسب القانون. أسهل حاجة هي تطبيق القانون، أسهل شيء هو تطبيق القانون. وأنا معناتها قاعد نشوف اللي حتى
بين قوسين هالارتكاسات ولا هالصعوبة في الحركة مش بالضرورة كالنظام القديم. أنا من لي مثلا خاصة الفصل 64 هذا متاع قانون المالية اللي أعطى العفو على جرائم الفساد المالي وعلى جرائم الصرف تعدى بالبرلمان الجديد والذي فيه معارضة جديدة ونظام قديم ونظام جديد وجزبكوا، لكن تعدى حتى الجدد صوتوا على هذا القرار. دونك مثلا متاع ثقافة يجب أن نبني مستقبلا الدستور اللي كتبناه التوافق سياسة التوافق التي يحكى عليها يجب أن تكون توافقا على احترام القانون مش توافقا على تحقيق أهداف سياسية تتجاوز منطوق الدستور وتتجاوز ما بنيناه بأيدينا أو تفسد روحه. لا هي 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 بالاسلوب هذاك اذا كان بدات خاطر الحجرات كيفاش يطيحوا هما يطيحوا بشويه بشويه شوش. انت حتى بنيه كامله مش لازم تطيحها سيف فويت نتاع ماء وبرا وتفقدها اربع خمس سنين اخرين. احنا بقدره ربي نحبوا نحصنوا هالبناء هذا نبنيوه درجه درجه وبقوه ويجب ان ندافع على هذه معناتها اللي زاكيزيشن اللي عملناهم كل المكتسبات اللي طوى كما جبد السيد هشام على مسألة حرية التعبير. حرية التعبير مكسب لكن قال هو كلمة جميلة جدا لكن شوفها كيفاش قاعدة تتمارس. نعم. وهذه الخطورة للأسف. سي مصطفى نشكرك، نعود إلى استكمال نقاشنا بعد حين بعد استراحة موسيقية. ثم سيدات والسادة مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من لقائنا اليوم ضمن أصداء الهيئات. نعود إليك سي مصطفى، يعني هيك تسمع سمعنا يعني السيد شفيق صرصار، سمعنا منذ حين السيد هشام سنوسي عن الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع البصري. هناك مشاكل مشتركة بين الهيئات وهناك خلاف أو اختلاف في درجة يعني يسر التعامل مع السلطة التنفيذية أو صعوبته. أنا أريد أن أعود إلى الحق والكرامة أمام التحديات التي تواجه، خاصة أنكم اعتبرتم سنة 2016 سنة مفصلية في عملكم. أنتم السادة المستمعون والجمهور بصفة عامة يعرف صارت حكاية مشهورة حكاية الأرشيف الرئاسي. أنتم ربما ستبحثون أو ستطلبون أرشيفات أخرى في هذا في مجال عملكم. هل تتوقعون، وهذا في صميم بحثنا اليوم في هذه الحلقة، هل تتوقعون تعاونا من مؤسسات الدولة لو طلبتم مثلا أرشيف وزارة الداخلية أو لو طلبتم جانبا من أرشيفات المحاكم التي مضى عليها عهد طويل، أو يعني خاصة أقصد المحاكم السياسية وما إلى ذلك، أم أنكم لأن لديكم مخاوف في الهيئة في أنه يتم العمل على اقتطاع الوقت دون وهيئتكم مرتبطة بأجال زمنية دون أن يفضي ذلك إلى تعاون مثمر حقيقي في طي صفحة الماضي وفي فتح صفحة جديدة لتونس غدا؟ كما قلت لكم الأول اللي هي المسألة هي مسألة ثقافة. نعم. وهيئة الحق والكرامة خاصة هي هيئة معناتها ستشتغل في حيز زمني محدد سلفا. نعم. اللي هو أربع سنوات، وإذا أريد لها أن يمدد لها بسنة فيرجع ذلك إلى بار مجلس نواب الشعب. نعم. نحن في الوضع الحالي قبلنا تقريبا تجاوز عدد الملفات اللي قبلناهم 22 ألف ملف، كما شارفنا تقريبا على 2000 حصة استماع 2000 حصة استماع في معدل ساعتين كل حصة، يعني تقريب 4000 ساعة استماع. ربما التعبير على أنه 2016 ستكون سنة مفصلية ربما ما يديش المعنى، ربما باش تبلغ ذروة عمل هيئة الحق والكرامة الحقيقية 2016-2017، لأن المجال هذا هو مجال البحث. أنا مش أعطيك مثال بسيط، مؤسسة تميمي نشرت في أكتوبر 2013 كتاب اسمه إرهاب الدولة ضد العسكريين في ملف براكة الساحل. نعم. هذا الكتاب يحتوي على شهادات خام من طرف الناس الذين قبلوا بإدلاء شهاداتهم في مؤسسة تميمي أولا، وثانيا هي شهادات خام وذكرت فيها العديد من الأسماء التي تنتمي للمؤسسة العسكرية، التي تنتمي للمؤسسة الأمنية، التي تنتمي للمؤسسة السجنية. هذا يتوى محتوى هذا الكتاب، وأنا أنصح كل الناس أنهم يطلعوا عليه باش يشوفوا إيش معناتها انتهاكات حقوق الإنسان. إيش معناتها أنه إنسان يتحطم
ما غير ما عمل لعملة اليد ولا ساقه على الشبهة يتحطم وتتحطم عائلات وإلى آخره. هذا الجزء هذا يقابله عمل الهيئة الحال وهو الأخذ الإفادات والاستماعات. الجزء الحقيقي الذي سنبدأ به وهو البحث وإذا جئنا معناتها إلى مرحلة البحث سنكون بحاجة إلى الاطلاع على الملفات الحقيقية داخل المحاكم، إلى ربما سنكون زاد بحاجة إلى الاطلاع على أرشيفات عديدة، منها أرشيفات وزارة الداخلية، منها أرشيفات وزارة المالية، منها ربما بالنسبة فيما يتعلق بالفساد المالي منها أرشيفات حتى البنك المركزي نفسه، منها معناتها تقارير الخاصة اللي كانت تصدرها هيئة الرقابية والتي لا تصدر للعموم عادة، خاطر تمشي بزوج نسخ، نسخة معناتها سرية ونسخة معناتها للعموم. فالمسألة هذه ربما هي اللي باش تورينا وستشعرنا حقيقة هل هذه الدولة الجديدة ماضية في تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وجبر ضرر الضحايا وطي صفحة الماضي كما يجب أن تطوى حقيقة عندما تتكشف الحقيقة لكل الناس، وعندما تسترد الضحايا ليذوما برك تساهل جزء قليل وقليل جدا، هذوما الكل تقريب فيهم 255 ولا معناتها حسب الكتاب معناتها في يقول اللي هما في حدود الناس الكل تقريب حكاية تاع اللي يشملهم تقريب يجي 450 في الكل، احنا تو كما قلت لكم نشوف 22,000. فالمسائل هذه معناتها تبرز مدى تفاعل مؤسسات الدولة على التعامل والمجتمع المدني، وشيء طبيعي هذا يجب الإقرار أن هالمسار متاع العدالة الانتقالية ستان باساج أوبليجي، ستان باساج أوبليغاتوار باش نعرفوا الدولة ما معنى الدولة الديمقراطية، وما معنى الدولة التي تدافع على حق المواطن، وما معنى الدولة اللي تقسم الناس إلى معناتها رعايا وإلى ذميين وإلى أقراب وإلى أبعاد، وهذا يمتعنا وهذا مش متعنا. هذا الكل يجب أن نكتشفه. نحن نتفائل خيرا، وكما يقولوا تفائلوا خيرا تجدوه، ونزيدوا شوية احنا من العمل متاعنا والطاقة الكبيرة اللي بذلناها وسنبذلها من هنا القدام إن شاء الله معناتها لتحقيق الأفضل لهذه البلاد.